المهندس الأستاذ ياسر عبد. انت في ايدك تحمي الناس، السلامة اولا. الفشل يبدأ حينما تكتفي بمهاراتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على السلامة. الجلسة الثانية من تدريب البي بي ايز او مهمات الوقاية الشخصية، وفي ناس بتقول عليها البي بي اي يعني بيرسونال بروتكتيف ايكوبمنت، وفي ناس بتقول عليها بي بي ايز جمع للبي بي اي، ولكن طبعا الايكوبمنت ما بتتجمعش. كلمة ايكوبمنت هي كلمة معدات، هي اصلا في شكل الايه، في شكل الجمع، ولكن هي مجرد فقط بس اشاره لعمليه الجمع. وتلاقي دايما قلنا لما بيكون في حاجه بنحدد جمع الشيء بتبقى الاس سمول، هتلاقي ان البي بي اي كابيتال والاس بتاعتنا ايه سمول. مهمات الوقايه الشخصيه قلت لك خلي بالك في تصنيفين مهمين جدا، هو تصنيف متعلق بالمنداتوري بي بي اي، مهمات الوقايه الالزاميه، ومعنى كلمه الزاميه انه على كافه العاملين داخل المؤسسه ارتداء هذه المهمه، لان كافه العاملين معرضون لنفس هذا الخطر. هو ليه الناس كلها بتلبس خوذه في بيئه العمل؟ قال لك عشان الناس دي كلها معرضه لتساقط الاشياء. يعني ايه تساقط الاشياء؟ يعني وارد ان في حاجه تسقط، يعني ما لهاش علاقه بصاحب مؤسسه او زائر او موظف داخل المؤسسه، كلهم معرضون لحالات التساقط. طب لو بصيت كده في ان البيئه الصناعيه، هل البيئه الصناعيه فيها احتماليه تساقط؟ هتقول لي لا. ليه بقى ما فيهاش احتماليه تساقط؟ لان قد تم تاسيس كل شيء بشكل يضمن الاستمراريه، يعني اصبح اصل من اصول البنايه اللي انا عملتها ديت مش هيحصل لها عمليه ديسمانتلينج او هيحصل لها عمليه ريليز، يعني مش هنفكها تاني، لا دي هتفضل بالنسبه لي ثابته، على عكس كل ما هو موجود في ايه؟ في بيئه العمل او بيئه العمل الانشائيه زي السكافولدنج او السكافولدز اللي هي السقالات، ما دي منصه عمل مؤقته، وارد ان في اي حاجه تتساقط، اي حاجه من على المنصه تتساقط. ده في حاله من الحالات التاور كرين نفسه في مسمار سقط من بعض الوصلات اللي موجوده في التاور كرين، والمسمار ده لا يزن مثلا 100 جرام ولكن سقط من مسافه عاليه فادى الى وفاه شخص. تخيل المسمار. يبقى اذا الحالات اللي موجوده ديت في البيئه الانشائيه معرضه ان يصدر عنها تساقط اشياء، يبقى كافة العاملين اللي موجودين ايه؟ معرضون. يبقى اذا الخوذة في الحالة ديت اصبحت من مهمات الوقاية الالزامية، على عكس لما كنت بتكلم مع حضرتك دلوقتي على البيئة الصناعية. خلاص هو ما عنديش احتمالية تساقط، فانا الاشخاص هتتحرك بالنسبة لي في بيئة العمل بدون هلمت او بدون خوذة. تلاقي كمان في من المخاطر اللي موجوده، وخلي بالك ان مهمه الوقايه الشخصيه، وهاكد لحضرتك النقطه دي، مش هي بس فقط بتحمي الشخص من المخاطر اللي موجوده، لا دي ممكن تكون بتحمي المنتج او الظروف من الشخص نفسه. مش في ناس بتشتغل في مصانع مواد غذائيه فتلاقيه اللحيه كفر، او ان هو يلبس على الشعر كفر، او ان هو بيلبس كفر على السيفتي شوز بتاعه او الشوز بشكل عام. ليه؟ هو خايف من ان الشخص ده قد يؤثر او قد يؤدي لضرر ما على المنتج او على البروسيس او على الظروف اللي ايه اللي موجوده. من هنا بنبدا نحدد مهمات الوقايه الشخصيه بقى، ان هي الزاميه او ان هي اضافيه. طيب احنا قلنا ان الخوذه في البيئه الانشائيه وفقا لتحليلي اللي انا بحلله مع حضرتك دلوقتي هي مهمه وقايه الزاميه، ووفقا لتحليلي ان هي في البيئه الصناعيه مش مهمه وقايه ايه؟ مش مهمه وقايه الزاميه، هي مهمه وقايه اضافيه. ممكن يكون عندي منطقه ما فيها نسبه تساقط، او ممكن يحدث فيها تساقط، فيها عمليه مانوال هاندلنج، فيها عمليه حركه فورك ليفت، فيها عمليه حركه كرينز، فيها عمليه حركه معدات ما اوفر هيد كرين وات ايفر. يبقى انا في الحاله ديت هلزم الناس اللي هتتواجد في هذا الزمام او في هذه الحدود بهذه المهمه فقط. ففي الحاله دي اصبحت بالنسبه لي سبيسيفيك بي بي اي او اديشنال بي بي اي، يعني مهمه وقايه اضافيه. نرجع تاني ونقول ان في المصنع اصبحت الخوذه مهمه وقايه اضافيه وليست الزاميه، وان في البيئه الانشائيه ليست البيئه الصناعيه مهمه الوقايه الشخصيه اللي هي الخوذه هي مهمه وقايه الزاميه مانداتوري وليست ايه؟ وليست اضافيه. وخلي بالك لما بقول لحضرتك مش الزاميه مش معناها ان انت ترتديها او ما ترتديهاش، اقصد ان هي مش الزاميه في كافه المناطق، في كافه ارجاء المكان، في كافه زمام العمل، لا هي الزاميه في حدود ما، في ظروف ما. المهندس الاستاذ ياسر عبد الستار. انت في ايدك تحمي الناس، السلامه اولا. مرجع علمك مبني على اساس السلامه اولا.